بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة صمام برودري لتعليم الويلكوم. الزلف اللون أنسو في يسون غرلاشان يوتيوب صمام برودري وصحفة موزيسيال ويلكوم. إذن هذه قناتي على الويلكوم، تستطيعون تفحص المواضيع التي عالجناها والدروس التي قدمناها حول برنامج الويلكوم للمبتدئين. إذن درس اليوم سيكون حول الكتابة على الويلكوم بطريقة أخرى دون الاستعانة ببرنامج الكورل درو الذي يساعدنا في الكتابة، خاصة عندما نكتب بالعربية أو حتى بالحروف حروف التيفيناغ الأمازيغية. إذن هذه الطريقة سوف نعتمد على صورة مكتوبة، إذن سواء نجدها على الإنترنت، مثلا ندخل إلى هذا الموقع ونبحث على أي كتابة ثم نقوم بتحميل الصورة، مثلا هذه الكتابة إنك سميع الدعاء، مثلا نقوم بحفظ هذه الكتابة في القرص الصلب، ثم نأتي بها إلى برنامج الويلكوم بهذه الطريقة، ثم نقوم بالكتابة عليها ونقوم بتصميمها على شكل طرز. وهناك طريقة سهلة جدا إذا لم نجد الكتابة التي نريدها، مثلا نذهب إلى برنامج متوفر في جميع نسخ الويندوز، نضغط على نبحث على برنامج البينت وهو متوفر، هو أسهل برنامج وقارئ الصور، وكذلك تقوم تستطيعون التعديل به. عندما يخرج هذا البرنامج تذهبون إلى أداة الكتابة ثم تكتبون باللغة التي تريدونها، سواء بالحروف اللاتينية أو بالعربية وحتى بحروف التيفيناغ بالأمازيغية. نذهب إلى هنا، أضع عربية، واضح لأن الكثير يطلب هذه الطريقة. نعيد كتابة هذه، إنك سميع هذا دعاء، إنك سميع الدعاء، سميع الدعاء. ثم نختار الخط الذي نريده، مثلا هذا الخط إنك سميع الدعاء، نختار الخط الذي نبحث عنه أو الذي نراه مناسبا لكتابتنا في الخطوط العربية التي حملناها من الإنترنت ونصبناها في السيستم. ولقد شرحت هذا في الدروس السابقة، وما عليكم إلا الذهاب إلى الدروس التي وضعتها في القناة حتى تجدون كيف تقومون بتنصيب هذه الخطوط العربية على النظام. إنك سميع الدعاء، مثلا هذه الكتابة للتوضيح فقط، أكبرها قليلا، مثلا 100، ثم أقوم بحفظ هذه الصورة
في الصيغة. مثلا أنا أضع جي بيج، أضع اسم بهذه الصورة أونستري أو حفظ، ثم أأتي بها إلى هنا. إذا هذه الكتابة كما تلاحظون هي الآن هنا، أحذف هذه وأأتي بهذه إلى برنامج الويلكوم، وكما تلاحظون هذه هي الكتابة، صغير الصورة جرافيك. الآن سوف نعمل على هذه الكتابة، لن أقوم بتثبيت هذه الصورة أو فيروي ليماج لكي لا تتحرك الآن، ونعمل بطريقة أريح. إذا أذهب إلى هذه إلى المدخل، إلى هذه الأداة، المدخل ألف أو كولوم أ، ثم نبدأ في الكتابة بهذه الطريقة البسيطة.
إذا نستطيع كذلك أن نقوم بالكتابة بهذه الأداة كذلك، مثلا بهذه نستعمل هذه الطريقة، وهي ربما هي تكون سوف تكون أسرع، ولكن للدقة بالأداة ألف أو بالمدخل ألف أحسن. المهم اختيار الأداة سوف يكون اختياركم أولا، المهم أن ننجز الرسم بطريقة جيدة وبطريقة فنية حتى يكون الرسم جيد. نختار هذه الأداة لأن هنا عندنا تجويف، تحاولون أن تستعملوا الأداة التي ترونها مناسبة، وإن قمتم بإنجاز الطرز إذا وجدتم أن هذه الأداة لا تصلح سوف تعيدون العمل بأداة أخرى، وهذا هو التصميم. ولكن مع مرور الوقت تكتسبون التجربة وسوف سوف تستطيعون أن تختارون الأداة المناسبة في الوقت المناسب.
إذن أنا نوعت هكذا لكي أعطيكم فقط الفكرة وأنتم تطورونها وتستطيعون أن تأتون بالشكل. إذن كما تلاحظون الاختلاف هنا، الشكل ليس جميل جدا، ولكن أعطيتكم الفكرة. سوف تقوم باختيار الأداة المناسبة والطريقة المناسبة كي يكون الشكل أجمل بطبيعة الحال. إذن المهم أنا أعطيكم الطريقة. أكمل بهذه الأداة. إذا بهذه الطريقة تكون الكتابة بالعربي. إيها الآن سأخفي الصورة ثم تغيرون وتقول تقومون بالمعالجة. مثلا معالجة هذه القصات كما تلاحظون، حتى تقومون بتطبيق الدروس السابقة. يجب أن تعالجون هذه الصورة حتى تأتون بسواء على الأقل قصة واحدة فقط. كذلك تغيرون الألوان كما تريدون، ثم تقومون بحفظ هذه الرشمة بالصيغة اللازمة. فيشيه اكسبورتي فيشيه ماشين وان دي اس تي او البي اس، يعني سأقوم بحفظها بصيغة البي اس لماكينات البروزر مثلا. ونجستري، ثم تعملون على الرشمة. أتمنى أن يكون الدرس مفيد لهذا اليوم، درس سريع. وإلى درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.